85 عندنا الدراج الصيني ليون سانغ دينغ على دراجة كوفي طبعا، وفي الدراجة 89 عندنا الدراج الصيني سونير سونير على دراجة كوفي 450، مشاركه طبعا في فئة الرالي 2 وعدد منهم عم بيسجلوا مشاركتهم الأولى في رالي دكار. هذه صورة جماعية إذن أعزائنا للفريق الصيني المشارك معنا في هذا الرالي، رالي دكار لهذا العام، فريق كوفي للراليات مع ثلاثي الصيني كما ذكرنا أعزائنا، معنا كل من مينغ جي فانغ أول مشاركة له في دكار، معنا أيضا الدراج ليون سانغ دينغ أول مشاركة له في دكار أيضا، وفي الدراجة رقم 89 معنا الدراج الصيني سنوير سنوير على دراجة الكوفي، الثلاثي عم بيسجلوا أول مشاركة له في دكار، أول مشاركة للثلاثي، والثلاثي الصيني تمكن إذن من الوصول إلى عتبة النهاية. Have the Cove Rally Racing Team numbers 81, 85, and 89. And so for 81, we have Fang Ming Shi. And for 88 or 89, we have Sunir Sunir. And for 81. إذن فريق كوف أو كوفي، الفريق الصيني، ثلاث دراجات نارية عم نشوفها تعتلي وتنزل الآن من المنصة مع بعضها البعض. دراجة رقم 36 الآن